أنا شرب البلوطين، صاحب جمعية الإنسان الخضري، ضمن نشاطنا من أجل تحقيق وعي لحقوق الحيوان. إحنا اليوم بمظاهرة ضمن مظاهراتنا اللي عملناها قبل بحيفا، بشفا عمر، بسخنين، في الناصري، واليوم اخترنا المغار لأنه أهل المغار بيستحقوا يعرفوا إيش هي التغذية الصح. إحنا أجينا هون بس نرفع الوعي، نزيده، نخلي الناس تعرف إنه بإمكانها تتخلى عن هاي المنتجات وهي تستفيد وتنقذ حيوانات وبنفس الوقت تفيد الكوكب اللي هي عايشة فيه. بدنا نخلي التعاطف والرحمة جزء من مجتمعنا. شكرا. جمعية الخضريين هي جمعية تدعو إلى عدم قتل الحيوانات وسفك دمائها من أجل التغذية. أنا إنساني اللي على مدار عشرات السنين في هاي الجمعية وضد العنف، ضد الحيوانات، ومع الرفق بالحيوان وعدم سفك دماء الحيوانات، من منطلق إنه أنا أؤمن بأنه الله خلقنا إحنا كبشر كائنات حية، وكمان خلق الحيوانات كائنات حية زينا اللي فيه بيصرف فيها الدم، فبالتالي ممنوع إحنا نأكل أي كائن حي لحومي اللي بيصرف في عروقه دم. والله خلق لنا كمان الطبيعة بثمارها والبقوليات والمكسرات اللي بتغنينا وفيها القيمة الغذائية الكافية والوافية لصحة الإنسان، اللي بتغنينا عن قتل الحيوان عشان نأخذ البروتينات والفوائد اللي فيه. أنا أعتقد إنه كمان الأمراض، كثرة الأمراض اللي موجودة في عم تتكاثر في الوسط العربي واليهودي وبين البشرية ككل، سببها أعتقد أنه أكل اللحوم. إحنا اخترنا قرية المغار نعمل فيها مظاهرة من هالنوع لسببين. السبب الأول أنه إحنا أنا كبنت البلد شايفة أنه الأمراض عم تكثر، وبنحاول بقدر الإمكان أنه نوجه الناس لاتجاه صحيح في التغذية، لأنه الغذاء هو دواء، هو بديل عن الدواء. حكى معي دكتور شرب البلوطين، صديق قديم، على انه نعمل المظاهره في البلد، وانا توجهت بدوري لرئيس المجلس المحلي الاستاذ زياد دغش. استاذ زياد دغش مبدئيا رحب بالفكره وبس طلب انه نقدم مكتوب خطي، وبالفعل دكتور شربل قدم مكتوب خطي وتمت الموافقه على، ومشكورين على دعمهم السلطة المحلية، وكمان في شرطة اللي راح تتواجد في المكان لأمن المظاهرة وعدم التعرض لأي مشاكل. إحنا كأعضاء هاي المجموعة وأعضاء هاي الجمعية عم ننتقل من بلد لبلد لتوعية الناس وتتوجه الناس أكثر إلى الأكل الصحي وللغذاء الصحي والرفق بالحيوان اللي هو أهم من أي اتجاه آخر. من هون أنا بدي أتوجه لأهل بلدي المغار إنهم يكونوا واعيين لهاي الظاهرة اللي هي أضرار مضار البروتين الحيواني على الجسم، وإن شاء الله بتكون هاي المضارة نقلة نوعية للاتجاه الصحيح في غذائنا عشان ما نكونش في عنا أمراض وتخف الأمراض عند أهل البلد، وتكون صحتهم أحسن وغذائهم أحسن وعقليتهم كمان أحسن وأصح.